حدا بيحط راسه تحت ايد مرة، حدا بيسلم بوس لمرة. الحمد لله ولا مرة تعرضت، انا تمكنت لقدرت اشتغلت. بونجور واضح، انا اسمي غادة من لبنان، صار لي 4 سنين بالمصلحة، تعلمتها وصرت قص انا رجالة، الحمد لله الله وفقني. انا كنت موظفة بنك من قبل 4 سنين، فقررت انه انا افتح مصلحة انفرد لحالي. اول فترات عانيت منها انه انا في عندي شباب معلمين كمان، مرة على مرة لما صرت قص لحتى يوثقوا، بس في ناس بالعكس بتطلب انه بنت تقص رجالة، كيف في شاب يقص بناتي بيعطيها احلى القصات؟ كمان الامرأة عندها ذوق بالقص، فتقبلوا الفكرة برا عندهم اياها كتير عادي. الحمد لله في زبونات، انا لانه دومين شغلنا مش بس شعر، عنا ضفير، عنا مانيكور، عنا بيديكور، هي الفكرة انه عنا بادي شيف، عنا واكس، نتوياج، قليلة عنا بلبنان يجتمعوا كل هالقصص بسانون واحد. كانوا مثلا اذا الشاب بده يعمل واكس بيقصد، لانه مجتمعنا بيقصد سالون بناتي ليقدر يعمل واكس، اذا بده يعمل ضفيره كمان بيقصد سالون بناتي. فغنجت الشباب بسالون، ليش لا عنا بلبنان؟ عادي مثل اي صالون، وبالعكس يعني عندي ثقه فيها مثل اي حلاق. يعني انا بقول لكل صبيه عندها ثقه بنفسها ما تخاف تشتغل، تبدع بشغلها، تطور حالها. لو مصلحه طالما هي واثقه من شغلها، كان صالون ولا كان غير صالون، فورمان ولا بناتي، تعطي كل طاقتها لحتى نكسر القاعده اللي بيقولوا انه المراه للبيت. سوري، المراه منا للبيت، المراه بتبدع بشغلها.